أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بيكم. دلوقتي بنبدأ مع بعض برنامجكم طعم البيوت، وزي ما عرفنا في بداية لقائنا النهاردة عندنا لقائين، لكن خلينا نتكلم عن موضوع مهم جدا قبل ما نبتدي لقاءاتنا. يمكن كلنا تابعنا في الفترة الأخيرة الحوادث اللي حصلت لبعض الفتيات والسيدات اللي لها علاقة ببعض التطبيقات التكنولوجية اللي بيتم من خلالها تأجير بعض السيارات. طبعا هذه الحوادث مرفوضة رفض كبير جدا من كل فئات المجتمع المصري ومن الحكومة. نقول إن الدولة المصرية بتكفل حماية المرأة من أي نوع من أنواع العنف أو ممارسة العنف أو أي نوع من أنواع جرائم الاعتداء. طبعا احنا بنقدم الشكر سواء إذا كان للنيابة العامة أو للشرطة المصرية لسرعة الاستجابة ضد هذه الجرائم. خلينا نقول كمان إن المجلس القومي للمرأة كانت هذه القضايا هامة جدا بالنسبة له، لأن هو المجلس المعني بشؤون المرأة والفتيات وحمايتهم، فكان لها بعض الآراء وبعض التعليقات اللي عايزة إن هي يتم تطبيقها على هذه التطبيقات الهامة علشان خاطر الجرائم اللي احنا بنقول عليها. فمن ضمن طبعا الآراء اللي هي قالتها أو من ضمن المطالبات اللي قدمتها، المجلس القومي للمرأة طالب طبعا هذه الشركات إن هي تختار السائقين اللي بيتعاملوا معاها، بيكون لازم يكون في معايير صارمة لهؤلاء السائقين لها علاقة بالأخلاق وبالسمعة. كمان اتكلمت على إن هو لازم يكون في فحص دوري للسائقين بشكل عشوائي وبشكل فجائي عشان يثبت إن هم يعني ما هماش متعاطين لأي نوع من أنواع الممنوعات. كمان اتكلمت على إن هو لازم يتم توفير مركز للشكاوى يكون متواجد بصفة دائمة، يعني يقدر الراكب أو الراكبة إن هي تتصل به بشكل يعني سريع وبشكل مباشر عشان تقدم شكوتها علشان يتم معرفة إن هذا السائق عليه مشاكل أخلاقية أو مهنية ما ينفعش إن هو يمارس هذه المهنة. كمان أوصت إن السائق اللي عليه بعض المشاكل الأخلاقية أو اللي تم شكوته ما يسيبش التطبيق ده ويروح يشتغل في تطبيق تاني، لا، لازم كل التطبيقات اللي بتتعامل مع فكرة تأجير سيارات لازم تكون متصلة ببعضها علشان أو عندها سجل للسائقين اللي تم شكوتهم من الناحية الأخلاقية أو المهنية، لازم يكون عندهم سجل موحد إن السائق ده ما ينفعش يطلع من الشركة دي ويتعامل مع شركة أخرى. كمان يعني قالت إن لازم يبقى فيه خاصية للتتبع خاصة بالراكب، ما هياش متصلة بالسائق فقط. احنا عارفين للأسف إن هذه التطبيقات التتبع بيكون عن طريق جهاز الموبايل اللي في إيد السائق، لا، هي طلبت المجلس القومي للمرأة طلبوا إن يبقى فيه خاصية تتبع ليها علاقة بالسيارة نفسها علشان يبقى فيه تواصل مع الراكب لحد ما ينزل بالسلامة، وهو اللي ينهي بنفسه خاصية التتبع وهو اللي يبلغ بنفسه إن الركوبة تمت بسلام. طبعا في تفاصيل كتير تانية، احنا بنتمنى طبعا السلامة لكل المصريين سواء إذا كانوا طبعا نساء سيدات، أو كمان الخطورة إن في بعض الأطفال بيركبوا من خلال هذه التطبيقات، والمفروض إن هي بيتم التعامل معها لأنها أكثر أمانا، الأمهات والأباء بيثقوا فيها علشان خاصية التتبع ومعرفة الشخص ومعرفة رقم سيارته. لكن للأسف أصبحت في طبعا في الفترة الأخيرة نوع من عدم الأمان، فياريت إن احنا فعلا نتخذ هذه الإجراءات بشكل صارم لأن هي فعلا خطوات هامة جدا لزيادة الأمن والأمان. تعالوا مع بعض دلوقتي بقى أعزائي المشاهدين قبل ما نستقبل ضيفتنا، في تقرير خاص جدا بمؤتمر الصيادلة هنشوفه مع بعض وبعدين نرجع تاني للاستوديو. تعالوا مع بعض دلوقتي نبدا لقاءنا اعزائي المشاهدين، وزي ما قلنا في بدايه حلقتنا النهارده بنتكلم عن المراه المصريه الزوجه والام، سواء اذا كانت ربه منزل او عامله، هي دايما معطاءه وبيبقى عليها مسؤوليات كتير جدا، لكن بنغفل ان هي كمان عندها احتياجات نفسيه، ويمكن الاحتياجات النفسيه لازم تلبى ليها علشان يبقى عندها توازن نفسي وتقدر ان هي تستمر في العطاء وتستمر في ان هي يعني تقدر تخدم جميع افراد الاسره نفسيا. تعالوا مع بعض نرحب بضيفتنا اللي بتشرفنا واللي هتكلمنا في موضوعنا النهارده، الدكتوره نورهان النجار، استشاري نفسي واسري. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. خلينا نقول بفكره يعني بشكل عام، فكره التوازن النفسي للشخص قد ايه هو مربوط بقدرته على العطاء؟
لا موجود بقدره كبيره بدرجه كبيره جدا جدا. خلينا الاول نعرف هو ايه التوازن النفسي اصلا. التوازن النفسي ده جزء من تعريف التوافق النفسي، تمام؟ التوافق النفسي ده لب الصحه النفسيه. طب يعني ايه بقى التوافق النفسي؟ التوافق النفسي يعني في بالانس وفي توازن ما بين ان انا بربي احتياجاتي وبين في نفس الوقت ده ما بيتعارضش مع تربيه احتياجات الاخرين او البيئه اللي حواليا. يعني اكتر حاجه بتجيب المرض النفسي والمشاكل، خلينا ما اقولش المرض، الاضطرابات الاولانيه قبل المرض دي بتبقى ايه؟ الصراع ما بين انا في حاجه عايزاها والبيئه اللي حواليا مش مساعداني او رافضه ده. هو ممكن يوصل لدرجه المرض النفسي؟ طبعا ده اكيد. هي بتبتدي اصلا يا دوبك بحاجه زي كده، ان انا في حاجه جوايا نفسي ان انا انفذها او اعملها بس اللي حواليا مش مديني الفرصه دي، او في عادات مجتمع او البيت مش بيشجع او الزوج فيه مشكله، او حتى بالعكس لو بنتكلم على الزوجه. يعني المهم ان في الاخر في حاجه معطراني ان انا اعمل ده. لو انا ما عرفتش ساعتها افرغ صح واحاول احل مشاكلي وقمت راحه حتفها في اوضه الكبت او عملت لها قمع، شوف الفرق بين الاثنين. يبتدي من هنا بقى الصراع، وهتلاقي بقى بيطلع في حاجات بقى زي اللي هي الصداع، القولون، مش عارف معدتي فيها ايه، احيانا السكر، الضغط، الحاجات دي كلها. احنا للاسف حضرتك لما جيت ذكرت العادات والتقاليد عندنا، يمكن من العادات والتقاليد السيئه في التربيه ان هم بيدربوا البنت على فكره الكبت النفسي، ودي هم مش متصورين قد ايه ده ممكن يسيء ليها في المستقبل، وممكن ان هو يهد من دورها كأم وكزوجه بعد كده. طبعا اصلا انا بشوف دايما الكبت ابو الامراض النفسيه، دايما بقول كده. في حاجه اسمها الكبت والقمع بالمناسبه، يعني الكبت لا ارادي والقمع ارادي. الكبت هو ان انا يعني بشكل تلقائي ولا ارادي مشكله حصلت لي وانا عرفتش احلها، فقام من نفسي كده راحت العقل اللاواعي بتاعي رميتها، رميت ان انا كنت المفروض ادافع عن نفسي، كنت المفروض اقول كلمه حق في حق نفسي، ان انا كان نفسي في حاجه انا اخفتها عشان اعرف اعيش، هو عشان اهدى شويه. بالمزاج الكبت مش بالمزاج، انا بايه بحذفه كده بيتحذف لوحده. القمع لا، انا كنت عارفه ان المفروض اتكلم وعلى طرف لساني وانا قلت لا هرميها بارادتي، او في اطراف اخرين اجبروني على اني امتنع. بالظبط، دي مشكله كبيره. حتى لو في بعض حاجات انا ما ينفعش مش الصح ان انا اقولها دلوقتي، لازم افرغ، اكتبه على ورق، ان انا اروح اتكلم مع مختص نفسي، بكثف دعائي بقى ومناجاتي بيني وبين ربنا، المهم ان اللي جوايا ده لازم يطلع. وفي كتير بقى اسباب للتعبير، المهم ان انت ما تكبتهاش، لان انت لو كبتها هتطلع في حاجات تانية في التعاملات نفسها. صحيح، هتلاقي نفسك تتعامل مع اللي حواليك بعصبيه، هتلاقي نفسك في حاجات معينه حساس جدا جدا، مع انها حاجه ما تستاهلش قوي الدرجه دي، هتلاقي جسمك بدا يعبر. هي الامراض السايكوسوماتيك اللي انا كنت بتكلم عليها من شويه، الحاجات اللي بتحصل لنا. فطبعا ما فيش اي شك ان لا ما ينفعش، يعني المفروض الناس بقى احنا خلاص دلوقتي بقى في وعي تكنولوجي وبقى في وعي اكتر، وبقى في يعني تلفزيون ودورات في المدرسه وندوات، بقت المفروض تشتغل على الاسره، تعرفهم المفروض بقى اساليب التربيه الحديثه واللي هي اصلا دينيه. خلينا نقول كمان برضو ان فكره هي التوازن ما بين الحقوق والواجبات، يعني لازم الشخص حتى من هو طفل صغير يتربى على فكره ان هو لازم يقوم بواجباته والتزاماته، ولازم ياخد حقوقه كامله، وان هما الاثنين مرتبطين ببعض. صحيح. لكن للاسف ده ممكن يكون في بعض الاباء والامهات بيغفلوا ان هم يقدموه كفكره للاطفال، سواء اذا كان الولاد او البنات، ومن يعني مش بيبقوا مدركين قد ايه ده بيبقى مؤثر فيهم وفي شخصيتهم في المستقبل. ما ده بقى بيبقى يندرج تحت التربيه العشوائيه. يعني في اطفال بتاخد اكتر من حقها، وده بيبقى اسمه الدلال، وفي العكس بيجبروا على الكبت والحرمان. الاثنين غلط. تمام. ما هو احنا عندنا انماط للتربيه. تمام. في التربيه المتعادله اللي هي النيوترال واللي هي الطبيعيه والسويه، هو ان انا بين الاثنين دول هناك دفء وهناك سيطره في نفس الوقت. يعني ابني بيحبني بس بيحترمني، بس ما بيجوزش، ما يشتمنيش مثلا، اصل انا بضحك، لا هو عارف كويس حدوده، او انا ببرق له وبرده مش بعنفه وضربه والى اخره. دي التربيه السويه. في تربيه بقى في اتنين مشهورين قوي عكس بعض والاتنين غلط. اللي هو انا بدلع قوي 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 من كتر ما بحب بنتي او ابني، وطالع بقى متمرد، طالع مش عاجبه حاجه، طالع مش مسؤول. ايوه تمام، دي مشكلته، هو ما عندوش مسؤوليه. طبعا الحياه يعني كل ما بتكبري كل ما هتلطش فيكي وهتشوفيها على حقيقتها وشها الحقيقي. صحيح. الناحيه الثانيه الاسوأ بقى، ده بقى اللي شايف ان انا عشان يطلع ناشف وراجل كده لازم اقسى عليه، ولازم ما مدروش كلام حنين، ولا ما تعيطش ما تعملش. لا ده برده غلط، لان انت كده بتخلي شخصيه فيها فعلا كبت وحرمان. هتخليه اللي هو حتى ما يجي يتجوز، اما بيجي بقى يخلف، مش عارف يدي خالص حنان لا لمراته ولا لاولاده. صحيح. انت بص، انت بتنقل العقده
من فين لفين اجيال جايه. صحيح، هو يعني في البعض للاسف بيفكروا ان هي كانها هتكون حاجه وقتيه ومش هتبقى لا مؤثره لا في الشخص في المستقبل، ما بيفكروش ان التصرفات دي ممكن تفضل في نفسيه علقة. الانسان وعقله الباطن مش البيت سنين بس. كلها مش البيت بس والمدرسه، والمدرسه يعني طبعا نفسك فاكره المدرس اللي ذكريات المدرسه ما تقلش اهميه عن المنزل طبعا. على فكره بتربي مع الاثنين، بيخش في حاجه اسمها التنشئه الاجتماعيه. التنشئه الاجتماعيه يعني في اكتر من ايد بتشارك في التربيه، اولهم البيت ثم المدرسه. تمام، المدرسه فيها عليها عامل كبير قوي، بيقعد فيها وقت كتير وبيشوف اصحاب كتير وفي مدرسين مختلفين. فانا لغايه دلوقتي انا فاكره مين المدرس اللي كان بيضرب، ومين المدرس اللي كان طيب، ومين المدرس اللي كان حازم، ومين فاكره الكلمه الحلوه اللي قالت لي وانا في اولى ابتدائي فاكرها لحد دلوقتي. صحيح. هنطلع معاكي فاصل دلوقتي وبعدين نرجع بقى تاني للمراه والام داخل المنزل، ازاي تقوم بالتنفيس النفسي عن نفسها وده حقها طبعاً. علشان خاطر تقدر تواصل ان هي تعطي. بعد الفاصل شفنا معاكم اعزائي المشاهدين بعض النصائح الهامه جدا للمراه، ازاي ان هي لازم تتبعها هتخف من الضغط عليها، هتديلها طاقه ايجابيه. نرجع تاني لضيفتنا دكتوره نورهان. احنا شفنا يعني مثلا كلام على ان صحه المراه واهتمامها بصحتها اهتمامها بنفسها ده عنصر هام جدا ان هي تقدر تدي، ان هي يكون ليها حياه شخصيه فيها يعني مسببات سعاده او ايجابيه منفصله عن حياتها العائليه، فكرة ان هي ممارسة لبعض الاعمال اللي ممكن تكون بتحبها، الرياضة، الاصدقاء، الهوايات، كل دي من العناصر الهامة جدا اللي ممكن ان هي تكون درع نفسي امن للمرأة. صحيح، دايما كده في حاجة اسمها كنت بدرسها اسمها علاقة الحبل السري. ايه العلاقة دي؟ اللي هو ان انا بحط كل حاجة في ناحية واحدة فبلتصق بيها قوي. يعني مثلا انا كل يعني خيري وعطائي وتركيزي مع جوزي فقط لا غير، كل تركيزي مع ولادي فقط لا غير، الاثنين غلط طبعا. تركزي وما بنقولش في دي اي حاجه، البيت لازم يكون اولويه فعلا، بس انا بقى فين؟ حلو ان انت بيبقى في عطاء للي حواليكي وبتريحيهم وبتبسطيهم، ده دورك، بس انت بقى فين في الجزئيه دي؟ فكرة انت لما بتوزعي كل الخير اللي جواك على الناس وتنسي نفسك، انت في وقت من الاوقات هتتعبي نفسيا وتحسي ان انت كمان عايزه حد يديكي. فكره تفضيل الاخرين عن حلوه بس مش متزيدش، لا تصل لدرجه بقى ان الانسان ينهار عاطفيا ونفسيا بالزبط. الا لو كان هو عايش في بيئه بياخد نفس العطاء بشكل سريع مباشر. أيوة. أيوة. يبقى في تبادل، يبقى ساعتها في تبقى. حتى انا بقول ايه، انه الست محتاجه انها تحس انها متقدره، اللي بيخليها تستمر التقدير. يعني انا احس ان في كلمه حلوه بتتقلي بعد ما طول اليوم. صحيح. بنظف وبعمل اكل والى اخره. وفي نفس الوقت انا كنت بتكلم على موضوع علاقه الحبل السري، اقصد بيه انها ما تربطش يعني روحها بحاجه واحده بس، لاني هتفضل متصقه بيه، لو ضاع هيبقى هي ضاعت. لا، انا المفروض عندي في توازن، كنت بتكلم عليه شويه في كذا. صحيح. حاجه غير ان عندي برضو كام حاجه عايزه اقولها تخص الصحه النفسيه عشان تبقي مرتاحه كده وتعرفي تكملي حياتك كده افضل. انه لو انت عايزه صحه نفسيه افضل فعلا، صحه نفسيه لا تتناسب ابدا طرديا مع النفسيه التعبانه او اللي شايله. اول حاجه اللي هو الكابتن اللي احنا بنقول عليه، ايوه، خففي الاحمال. دايما اقول اول نصيحه خففي الاحمال. يعني ايه خففي الاحمال؟ تخيلي حد مكلف ان هو يمشي طريق كيلو مثلا، ماشي في الحر ومش ضامن الجو، وكمان شال شنطه على ظهره ماشي عامل كده، بتخيل هيوصل متشوه اساسا. فاعمل ايه؟ اشيل الشنطه بالظبط. طب خففي الاحمال يعني ايه؟ يعني لو في مشاحنات حليها، ما اتحلتش خلاص عديها، ما تحاوليش ان انت تراقبي. دايما كان في حكمه بحبها قوي بتقول ايه؟ هناك من يتابع حياتك ليتعلم منها، وهناك من يتابع خطواتك ليسجل عثراتك. اوعي تكون الشخصيه الثانيه. ما تراقبيش حد، ما ترغبيش في الانتقام. اول ما الحاجات دي تبقى جواكي يبقى في كراهيه تؤدي لحقد وخبث والى اخره. كل الحاجات دي ملهاش اي علاقه، ملهاش اي علاقه بالصحه النفسيه ولا الدين. فانت على طول خلي نفسك كده ابيض اول باول. التفريغ زي ما قلت من شويه في اول الحلقه، ان انت تخرجي اللي جواكي، جلد الذات. ايوه، ان انت مش مسامحه نفسك على اللي فات. ده بقى اكتر حاجه بص بترجع لورا، مش بس بترجع لورا، دي ممكن تمزع الشخص. يبقى رجل قدام، تأنب نفسها على طول بالظبط، خطوه قدام وخطوه ورا. ودي حاجه بتكون في الشخصيه برضو او في التربيه، في الشخصيه وفي التربيه. واحيانا ممكن يكون هو كان عادي يسوي وكل حاجه كويس يعني، بس حصل حاجه غلط فيها قوي،
فقاعد طول السنين بيندم نفسه على الحاجه اللي حصلت زمان. فانت مش هتقدمي خطوه ويا ريتك مش هتتقدمي هتتقسم نصين. صحيح. حد طب خلينا نقول احنا كده وصلنا لنتيجه عشان بس وقتنا. وصلنا لنتيجه ان المراه بتكتسب الطاقه الايجابيه او بتقدر ان هي تكمل مشوارها من ناحيتين، يا اما يكون المحيطين بيها في الاسره هم دايما بيبثوا ليها الطاقه الايجابيه من شكر وعرفان بالجميل وطبطبه، واحنا عارفين ان الستات طبعا بتحب المشاعر اللطيفه والحلوه. قد ايه بيدي للام او الزوجه طاقه ان هي تستمر. لو ما كانش عندها ده في الاسره ازاي هي بقى، يعني لو كان طبيعه الاسره مثلا الزوج مشغول على طول او جاف الولاد مشغولين او مش مهتمين بالتفاصيل دي، ازاي هي تدي لنفسها هذه الطاقه الايجابيه؟ حلو قوي بقى. في حاجه كتير زي ما قلت اخفف الحمال الاول، في حاجه اسمها فلسفه الجمال تتبناها. الجمال هو ان هي تجمل كل ما هو حولها، يعني البيت شكلها نظافتها، تحب تروح اماكن حلوه وتتفسح، تخرج تعمل حاجه اسمها المي تايم. المي تايم ده وقت الست بتقعد فيه مع نفسها كده مخصص ليها، مش شرط تقعد لوحدها على فكره، تعمل حاجه هي بتحبها. صحيح. رسم، بتتكلم مع حد في التليفون، المهم يكون جزء من يومها او حتى من الاسبوع بتاعها، ان الوقت ده بتاعي، الوقت ده انا هقعد وهشتغل فيه مع نفسي. تقرب من ربنا وتدعي وتناجيه، ما تفوتش عباداتها، تتقي الله في اي حاجه هي بتتعرض لها او بتعملها. تحاول قد ما تقدر يكون فيها عالم موازي جنب البيت، لو هو مش بيشجعوها تشوف صحبه بقى، بس صحبه كويسه، تروح نادي، تشوف لو بتعمل شغف، تاخد كورسات ودورات، حتى هوايه بالظبط. على فكره وجودها وسط مجموعه، يعني طبعا مجموعه تكون ايجابيه، مجموعه من الناس ايجابيه. صحيح. ده بيعلي المعنويه جدا. طبعا هي كل سيده او كل امراه هي عارفه كويس قوي هي بتحب ايه، عارفه ايه اللي بينشطها وبيغذيها نفسيا. لازم بقى تكتشف نفسها. طبعاً طبعاً. يعني هي نصيحه في نهايه لقائنا لكل امراه ان هي تكتشف ايه اللي هي بتحبه. صحيح. وشغفها في الحياه لازم تمارسه في وسط مشاغلها مع الاسره. انا بشكرك جدا ضيفتي العزيزه الدكتوره نورهان النجار، استشاري نفسي واسري، ومع حضرتك ومع كل الساده المشاهدين هنطلع مع بعض فاصل وبعدين نرجع نستقبل ضيفتنا في لقائنا الثاني.